كم واحد؟ جاي لعندي. اهدي. ما مراد بدهم ياني اقرب منك مشان يفجروا القنبلة. اهدي.
شو صار بولوت؟ ليش اجيت؟ لك اسبوع قاعد بالبيت ما طلعت منه، واخرتها معك. ما لك اي علاقة فيني، انت ما دخلك. شكرا، هلا صرت عم افهمك. فهمتني بعد ما وقعت على الارض يا فؤاد بيك؟ بقصد هلا حتى فهمت. صار بعدك عن النسوان. حاسس حالي شخص سيء كتير فؤاد بيك. صدقت الكذبة اللي كذبتها؟ انت ما كنت تحب هودا. انا ما حبيتها ولا حبيت غيرها. ليش أنا أصلا مين حبيت؟ ها؟ بشو بهتم؟ شو عم ببني لمستقبلي؟ بشبابي كان عندي فضول لما عرفت عدنان خاشقجي بيشتغل بتجارة السلاح. بوقتها ما كان فيه بتركيا يخوت ومراكب مثل هلأ. كنت أسمع عنه كتير. سمعت مرة انه عبى اكبر يخت عنده نسوان وصرح بلقاء انه ظل لسن 50 بعشر نسوان، ولما ما عاد يطلع معه شيء وهب كل وقته وحياته للشغل. شو عمرك بالنسبة له يا فؤاد بيك؟ بولوت، تعرف إلي من سنة 81 بروح على اليخت. ما في محل ما شفته، العالم كله درته، وعرفت نسوان على قد شعر راسي، وماني حاسس بأي متعة بهالشي. الحياة بدنا نعيشها مرة واحدة يا بولوت، لهيك لازم لاقي لحياتي طريق جديد امشي فيه بدون ما احس بالخوف. الأدرنالين أخذ مفعوله. ما عاد بدي سلاح، وأصل الرجال ما طلع ممتع كل هالقد. إيه هو صحيح إنه الهرب من الشرطة والقانون شغلة ممتعة وحلوة كتير، بس أنا ماني بحاجة لإلها. لا تنسى أنت جايك طفل، ونسبة الأدرنالين رح ترتفع عندك. بولوت، أنت عم تتمسخر علي ما هيك؟ لا ماني عم اتمسخر. كمان رح يربي الولد ولا يالدز ولا داود بيك؟ مين رح يكون الاب المثالي للولد؟ بتمنى انه يربيه مراد على مدار، على الاقل هو هدفه انساني. انت رح تربي يا سيد فؤاد. انت بولوت اسمع، معناها لازم نعمل حفلة مناسبة الطفل. خلينا نفرح شوي. ماشي ماشي. جنكيز جوا شي خير؟ شو صاير؟ شو عايش بغير بلد انت؟ أهلين فيك سيد مراد. ما توقعتك تجي بهالسرعة. تفضل. كنت رايح أنا وجماعتي مع الرئيس على موعد، أمنا تعرضنا لاغتيال، ولما حاولت روح على نفس الموعد مرة تانية لقيت قدامي قنبلة حية اسمها هدى طوروس. المطلوب باعتبارك وكيل الرئيس أكيد في شي لازم تشرح لي إياه.
بالأول أنا آسف على خسارتكم، والشباب اللي عندي مستمرين بالتحقيق. واللي عندك بشو عم بيحققوا؟ حقان كان هنيك، والسفينة اللي لازم أركبها هو ركبها. ما رح تلاقي حقان وانت قاعد على هالكرسي يا سيد جنكيز. نحن ورانا شغل كتير غير حقان. كل يوم تجينا معلومات عن العصابات اللي أسسوها أمثال حقان وغيره. طلعتوه من تحت سيطرتكم، بعتقد إنه هذا مو ذنبنا نحن يا سيد مراد. عندك القوة وعندك الرجال، بدكم تقتلوا حقان لاقوا، ورح كون ممنون كتير. لمعلوماتك حقان مو من رجالي. انتو سلطتوه بلوي على راسي، هلا راح من على راسي وصار بلوي على راس البلد. يا ريت تفهم هالحكي. عندي قوة للاقي حقان، وعندي قوة كمان بتخليني امسك صاحب اللعبة الجديدة. وبحب لك كمان لا تتعود على الكرسي اللي قاعد عليه مشان ما تزعل عليه. مراد علمدار، برأيي من صالحنا انه يعيش فترة تانية. اللي محيرني الخطة المرسومة لاغتيال مراد خطة ذكية، فكيف قدر ينفض منها يا سيد اسكندر؟ معقول يكون عارف فيها من قبل؟ أنا قبل ما أوصل لهدفي الحقيقي ما فيني أقتل أي شخص ممكن يفيدني. شو هدفك يا ترى؟ لو بدي أقول لك شو هدفي كنت قلت لك يا من زمان. أنت خلي رجالك مستعدين دائما، لأنه ممكن يكون في تنفيذ عمليات اغتيال لرجال مهمين كتير. يعني مثل مين سيدي؟ مثل الأشخاص اللي ما بيقدروا يتفاهموا معنا. يا سلام عليكي، معناها في شغل جديد. شوفي لي كمان، في نصيب جديد مبين معك؟ والله مبين نصيبك مفتوح. ما شاء الله ما شاء الله. ما فيها تحكي لأنها معتمدة على جهاز التنفس. أنا بخليها تحكي دكتورة أوسو، وأنت لا تشغلي بالك. عمران ما بدي حدا يدخل لجوا. حاضر معلم. آنستي الجميلة، بعدين بنكمل قراية الفنجان. إذا الأخ نعسان مندبر له غرفة ينام فيها، أريح له من هون. الكرسي وزيادة عليه دكتورة، لا تشغلي بالك. كيفك هلأ؟ منيح. بس أنا ماني منيح يا جودي. سلجوق طورس مات، وهدى ماتت، وهلأ إذا ما تجرأتي وحكيتي لي كل يلي بتعرفيه رح تموتي كمان، وأكيد وقتها رح كون أنا أحسن من هلأ بكتير. هلأ رح طلع الخرطوم من تمك، وإذا ما جاوبتيني على كل الأسئلة يلي بدي أسألك إياها ما رح رجع الخرطوم، وبهي الحالة أكيد رح تموتي. فهمتي علي؟ هدي حالك لأنه رح تحكي كتير. يلي كان بالصورة مو أنا، مين؟
يلتس. وعنده خبر بهالصورة؟ لا. من أمتى بتشتغلي مع يلدز؟ هو اللي فرض علي اتجوز عليه وأنا نفذت اللي بدي اياه. ليش كل هالشي؟ الشركة، مشان الشركة. قنعيني أكثر لأتركك تعيشي. تصوير شو؟ تصوير الليلة اللي انقتلت فيها مرت فؤاد. انجي قتلتها. تصوير مخبى بالبيت. وين بالبيت؟ قلب الخزانة. عزات، في المعلم هون. كل مرة بتقلي نفس الكذبة يا عمران. معلم، إذا محمود مو هون بروح معك. لا، ما في لزوم وما في داعي تضلوا هون كمان. روحوا على بيوتكم. معلم، بلا ما يعملوا شي للسجودي. يعملوا فيها شو ما بدهم. ليش ما فيقتني؟ ليش ما فيقتني؟ اي صح النوم. بدي التقي فيك وبأسرع وقت ممكن. تفضل. اهلا وسهلا. اهلا فيك. شو اخبارك؟ تشرب شيء قبل ما نحكي؟ شكرا لك، ما بدي اي شيء. في بيناتنا صداقه واخوه واحترام متبادل. لا انا بتدخل بشغلكم ولا انتم بتتدخلوا بشغلي شو ما كان نوعه. مزبوط، وانا هيك مرتاح. بس أنا عرفت إنه صار تصرف بيخالف هالشي، وحبيت أعرف إذا هالشي صار بمعرفتكن ولا بدون علمكن.
شو اللي صار؟ أنا جاي من عند جودي طوروس، ومثل ما بتعرف إنه سبب جاية هدى طوروس وسلجوق طوروس على تركيا هي صور فوتوغرافية، صورة إلي ولجودي، وهي عبارة عن صورة عادية ما فيها أي شيء. أنا بعرف هالشي. سألت جودي عن الشخص الأساسي اللي بالصورة، قالت إنه يلجين يلدز. والعلاقة بيناتهم من زمان وصار لسنين، حتى زواج جودي طوروس من سلجوق طوروس يلدز يلي طلبه. بعرفه من زمان انه كان في علاقة بيناتهم. بصراحة كل هذا ما بيهمني، انا بس بدي اعرف اذا كانت هالمؤامرة حابكة يلدز ولا لا. يلدز ما بيساوي هيك شي من دون علمي، وانا ما اعطيته هيك تعليمات. اكيد المرة عم تكذب. المرة ما حكت هالشي عن يلدز. كل اللي قالت لي اياه انه في معه صور، وانه هو يلي اعطاها اياهن مشان تخبيهن. ممكن اعرف شو محتوى الصور المخباية؟ شوية لقطات لبنت تكون وهي عم تقتل زوجة فؤاد، بس مو اكتر، ومصورة كمان بكاميرا الامن. بقدر شوفها؟ السي دي مو معي انا. مع مين؟ في حدا اخده من محل ما خبته جودي. يعني مرة تانية ما بقدر صدق افادة جودي يا سيد مراد، لانه بنتي ما قتلت كنتي، هي اللي قتلتها، غيره. شوف داود بيك، يلي متأكد منه انه ما في اي سبب يخلي يلدز يعمل لي هالمؤامرة لوحده، لأنه بسهولة وبدون ما حدا ينتبه كان بيقدر يحط إيده على أسهم شركة طوروس عن طريق جودي. بس الظاهر إنه صاحب المؤامرة وصل لهدفه. الحقيقة وبصراحة السيديات اللي حكت عنهم جودي بتمنى يكونوا حقيقة، وبإيد يلدز كمان. صار لازم أمشي. مع السلامة. خبر يلدز يجي لعندي، وبعد ما يروح قل له لبولو تيجي كمان. شوي مو مشكلة، كمل نومتك. إذا في شي بيجي معلم. ما في شي، اطمن. يلا تصبح على خير. مساء الخير معلم، طلبتوني. يلدز، كيف وضع جودي هلا؟ اليوم سألت عن أوضاعها، قالوا تحسنت. اليوم حكيت مع مراد. عن جد؟
يلدز انت ورا قصة الصور؟ لا معلم، بصراحة دورت كتير بس ما عرفت مين عملها. البيت بيتي، حدا صورها وهي داخلة على البيت. أنا سألت وعرفت أنه مو المخابرات. يلدز نحنا ما بحاجة مواجهة مراد، على الأقل ما نواجهه لفترة، لأنه يمكن في حدا بده يانا نتواجه. لا تعطوهن هالفرصة. مثل ما بتأمروا معلم. جودي ما قالت أي شيء تاني؟ مثل شو؟ الشركة مثلا؟ لا ما قالت شيء تاني. تقدر تروح. حاضر معلم. عم يحكي صح يا بولوت، بين ايديه مجموعة صور لانجي. بين ايدين مين قصدك؟ يلدز؟ بتمنى تكون معه. يلدز صحيح كان يصور بيت الست انجي بامركم يا بيك؟ كانت بامرنا، بس انا بعدين طلبت منه يلغي كل هالشغلة، والظاهر ما لغاها. لازم تراقب لي كل خطوة ليلدز. أمرك يا بيك. موضوع مهم كتير بدي اقول لك اياه. خير شو في كمان؟ اسكندر الكبير هون. وليش ما بلغتوني بزيارته؟ ما كنت بعرف معلم. قابله، واذا في موضوع مهم اعطيه موعد خلال هالاسبوع. معلم انا قلت له انك ما بتستقبل حدا بدون موعد، بس هو اصر انه يقابلكم. فعلا انه انسان وقح وراسه كبير، هذا هو ما راح يتغير. يجي وخليك انت هون 5 دقائق بس، ولا تنسوا تصوير اللقاء. امرك معلم. اسكندر الكبير، تفضل. مرحبا داود بيك. مرحبا. شو اخبارك؟ الحمد لله. تفضل.
هذا انت لساتك ما تغيرت يا داود بيك. انتوا لهلا بتسجلوا اللقاءات المهمة مشان نبقى تحت رعاية حضرتكم؟ شو عندك؟ عم اسمع. اصلا انا مو جاي اخذ من وقت حضرتكم كتير داود بيك. هلا نحن اجا دورنا بإدارة هاي البلد، ولهيك حبيت اجي اسمع منك انت شخصيا. انت رح تكون معي ولا رح تكون ضدي؟ بس حتى تقدر تدير هالبلد لازم تكون معي يا اسكندر، واذا انت مانك معي معناها في حدا وراك عم يوجهك للطريق الغلط، وبالتالي هذا بيعني انك ما رح تقدر تدير هالبلد باي وقت. شوف انا بحترم وبقدر شغلتين، الاولى اللي بيمتلك القوة، بس الثاني اللي وراه القوة، وانا بعرف منيح ان وراك قوة كبيرة وعظيمة، بس انا بدي اياك كمان تعرف يا داود بيك انه انا قوي، وانت بتعرف ما هيك. برأيك هالزلمة لشو عم يخطط؟ ما بعرف معلم. بدي اياك تعرف ماشي؟ اسكندر مو جاي ليسألني عن هالشغلة وبس. مبين انه في دم رح ينسفك. محمود وين المعلم؟ لساته نايم جوا، له كم يوم ما طلع من الغرفة. والله خايف انه يصير له شيء من وراء قعدته لحاله جوا. محمود والله انت اللي صاير لك شيء يا صاحبي. كيف نايم؟ وبالليل كان بالمستشفى؟ هي مستحيل هالحكي، ما طلعت من هون. حضرتك كنت بس كنت غاطت بسابع نومة. ليك مين عم يحكي؟ ليش انت ما كنت غاطت بسابع نومة بالمستشفى؟ قل لي كم ليلة ما نمت؟ ما بيطلع لك تحكي علي؟ صباح الخير. صباح النور معلم. شو رأيك حضر لك الفطور؟ لا ما بدي، جيب لي كاسة شاي. محمود جيب مع الشاي كعك وبطريقك شوية حواضر، ولا قلك بالمرة حط فطور. يلا بسرعة لا تتأخر. بعتقد اجا الوقت اللي نخلي تاتار اغلو يعرف حدوده منيح. لعلمك حفيده اليوم بده يجي يا ناظم. ايه معلم. بدي اياه يحس بقهر وحسرة ما ينساهم بعمره، وشوف وقتها كيف بده يبوس ايدي. سيدي اللي بتمروا فيه انا بساوي. لا حقا لا، انت بدي ابعتك على محل تاني. شغلة خطف حفيد تتر اغلو بياخدها ناظم. انت بدي اياك تقتل كرجداغ. معلم ما حليتوا الموضوع؟ موضوع شو عبد الحي؟ هاي اللعبة اللي عم تدور. اي وحدة بالضبط؟
انسى معلم. ما رح تاكل كعك معلم؟ لا. ممكن قطعة إذا بتريد؟ خير؟ شو بك عبد الحي؟ ماني منيح، معدتي عم توجعني كتير معلم. الكعك مو منيح للمعدة. اي خليها توجعني، بلكي برتاح وبخلص، لأنه ما عاد عندي قدرة استحمل. لسه ما خلصنا من مشاكلنا مع حقان ومورو، قصدي ما ناهيناهم على الآخر حتى يطلع لنا هذا اللي اسمه اسكندر. والله معك حق، العلاقة مع هيك واحد مانا سهلة. يعني شو بده هذا الزلمة؟ إذا وصل للختيارية شو رح يعمل؟ الختيارية بدهم يعطونا شيء، وما بدهم يا يوصل لقلنا يا عبد الحي. نحن من 3 سنين بهالشغلة، بقي شيء سري لهلا؟ علي وعليك، الجماعة من سنة 2000 داخلين فيها، بكل الأحوال بيعرفوا أكتر منا يا عبد الحي. مزبوط كلامك. معلم نحنا لاحقنا قضية الجريمة المجهولة الفاعل، وقلنا مين اللي قتل تشاغري طوروس. حققنا مع عالم كتير، رجال أعمال ومنظمات إرهابية، استخبارات، مخابرات أجنبية، عصابات، والنتيجة ما بقي شخص من عيلة طوروس كلها. 3 ماتوا، وفكرت كمان بحقان وكيف عرفناه ضمن هالشغلة. يا ترى مين بيكون عم يخدم هلأ؟ احتمال يكون عم يخدم اسكندر الكبير. قديش أخذت منا هدم المافيا يا عبد الحي؟ 5 سنين. وهلا نحن عم ندور بدهاليز الدولة، وبهالدهاليز مين الصديق ومين العدو ما ببين معك. هدف صديقك وهدف عدوك اللدود على أساس إنقاذ الدولة، بتطلع بتلاقي الزلمة عم بيحارب المنظمة، ومن جهة تانية بيحارب بأمر من المنظمة. وإذا بتسألني كيف بدنا نطلع من هالشغلة، بقول لك مثل ما عملنا من قبل، بدنا نطلع الدرج واحدة واحدة. وأول درجة حقان. يوميات الثورة، شيتين، هناك تجاوز هذه الأيام. شيتين، شو في؟ معلم وصل الأسيد اللي موصين عليه. ايه استنى بس يا معلم، إذا البضاعة ضلت بالمينا بتكلف مصاري. عم تدفع من جيبك شيء؟ قليل ذوق. تفضل عود وعلمني شو لازم اشتغل بهالمنظمة. مانك شايفني عم بستنى خبر من بلوط؟ معلم في عنا موعد مشان نستلم البضاعة. شيتين، أنا متأكد إنك ما بتلاقي رئيس بكل هالمنظمة ديمقراطي قدي. ولعلمك صبري الثوري على وشك إنه يخلص. لا تخليني أمر بواصل. هات الدفتر ولا. تفضل معلم. اطلع لبرا. بسرعة.
انك مو ناوية تخبري ابوك بجيتك؟ اوه تعا 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 لعند البابا. شو شو؟ لا حبيبي. داود بيك ست انجي على الخط. اعطيني اياها. بابا اجيتوا حبيبتي؟ ايه اجينا، رايحين على البيت. بعد شوي طالع من هون. حفيدي كيفه؟ منيح؟ بيطير العقل. الحمد لله. أمانة بوسيلية. بنتي لغيلي كل مواعيدي اليوم. هاتوا لعند الماما. حبيبي شريك، إلك عندي عرض بطير العقل. لا ما بقبل أي شيء منك. اسمعني بالأول. اسمع ميماتي، أنا بنصحك لا تسمع، ما بيجي خير من هالرجال. أوه طيب، نفس العرض رح أقدم لك إياه. أدمو شو نحن ماسكينك؟ تفضل إلنا عرضك. اسمعوا، لقدام شوي في تبع مشاوي كويس، بقترح نروح ناكل. على حسابي لا تخافوا. أنا مالي رايح. هذا بيطعميك اللقمة وبيأكل المينة لحاله. لا رئيس، مو لهالدرجة. إذا ما أكله ببلاش. شو هالكرام؟ متأكد مشاوي؟ بعزمك لنشرب ما بتجي. شو ساوي؟ قلت لك مشاوي لأنك بتحبها. بحبها. يسلم. تفضلوا. أهلين وسهلين. أهلين فيكي. يا سلام، معقول شو حلو؟ مين صاحب هالفكرة الحلوة؟ يا حلوة ليش تأخرتوا؟ ليش تأخرتوا؟ والله مليت وأنا عم بستناكن. حبيبي. يلا لشوف نشرب بصحتنا نحن الأربعة. تفضلي. أنا ما بقدر أشرب. ليش يا حلوة؟ لأني عم رضي. آخ منك، شو دخل هاي إنجي؟ شو ما في حليب مجفف؟ مفكرة إذا شربتي بتتأثري؟ بعدين بزعل منك. ها شو مو مفكرة بجوزك بنوب؟ ها؟ دخيلك فؤاد، رح روح نيم ابني وارجع. آي 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 آي. ظاهر ما قلت لها لإنجي على شغلة هدى، ما هيك؟ ايه لهلأ ما قلت لها. خير ما عملت، بلا ما تزعل. ايه شلون العلاقة بيناتكم؟ الولد حسنها كتير. حاجتك بقى، شو عمل؟ يعني حكى معكم؟ يلا وهي وصلنا عبيتنا. شرف وقعد هون. دخيله أنا. أي يا حبيب قلبي، فرجيني أصابيعك. يا ترى حلوين؟ شو الأصابيع اللي بيطيروا العقل؟
منمشي يلدز؟ منمشي معلم، أنا جاهز. شو شعورك لما صرت جد؟ أحلى من شعور الأب يا يلدز. مشتاق شوف حفيدي كتير. يلا أمشي. قدام يوم يا يلا يا يا يلا يا يلا مايا İki seneden beri düştüm kara sevdaya, düştüm kara sevdaya. شيتين معنا بس نص ساعة. انت بتأمرني معلم. اكيد انا اللي بأمرك، ولا قال لي اذا مو عاجبك. لا لا حاسس اني مخنوق، والله قلبي مشتاق لهوايات الجبل الحلوة. هوا البحر رطب كتير وما بيواتيني، هذا بيخرب قلب الانسان. شيتين يلا عجل عجل انت وياه، استعجلوا شوي. شدوا الهمة يا شباب، خلونا نخلص بسرعة. يلا 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 بسرعة يلا. ما عرفتك انت مين. معقول بعد هالعمر ما عرفت مين أنا؟ مو مبين معك من وقفتي، من وشي، من كلامي؟ لا مو مبين. سألناك سؤال مثل الخلق، جاوبني مثل الخلق. معناها روح اسأل صاحب المحل يا أخي. أنا صاحب المحل. ليش كم صاحب له هالمحل؟ بس أربعة، أنا وابني علي عثمان ويا الجين بولوت وميماتي بعش. شو؟ لك مين أنت؟ قل له لبولوت ان رجعت كتبت ميماتي بالقائمه ودوره لسه ما اجا، واللي مع المنظمه ما بيلتعب. نحن خلصنا تحميل معلم. سمعتك ولا يلا امشي. يلا يا شباب اتجمعوا. قديش معك مصاري؟ خير يا طير، بهمك تعرف شو معي؟ ولا بدك تدفعني حق الأكل اللي طلبناه؟ بس فضول، حبيت أعرف بس قديش قيمة الشخص اللي قاعد معي. بس هي ما بتتقدر بالمصاري، من زمان كنت أمشي بدون هالبدلة، ومع هيك قيمتي بوقتها ما بتتقدر. هلا انت اترك لي قيمتك المعنوية على جنب وقل لي قديش معك مصاري. انا بعمري ما قدرت حالي بالمصاري. معقولي هالحكي؟ يعني اذا في مصاري بيكون له قيمة. القيمة ما بتنحسب هيك. ما جاوبتني على سؤالي، قديش معك مصاري؟ انت شبك معلق على موضوع المصاري؟ رح أقول لك ليش. الإنسان لما بيكون عنده هدف وفجأة صار معه مصاري، وقتها بيقدر يحقق هدفه. ومشان يحققه بيروح لمكان تاني. مثلا أنا حابب أشتغل لوحدي. وقديش لازمك مصاري لتحقق هدفك؟ معي مصاري لحقق هدفي من 4 سنين يا ميماتي، ومعي كمان 4 أضعافهم. لكان ليش عم تشتغل وتتعذب؟ محلك بلف العالم. مرة فكرت اطلع سياحة من شي سنتين، قلت لحالي بجرب العيشة على شط البحر بعيد عن كل المشاكل والهموم وبدون ما حدا يدايني بقصصه او دايق حدا. ويا ابو شريك باليوم الثالث
إلا شوي كنت رح أوس الجرسون براسه لأنه حط الصحن بحده. عدم المؤاخذة يا بيبي. بدعي لإسطنبول اللي أنقذتك. شو رح تعمل بالمصاري؟ معك مصاري مثل الكذب وما في حدا تصرف عليه؟ ميماتي، مثل ما قالك الريس ما بطعمي حدا لله. قلي لشوف شو أعمل بهالمصاري، بس ما تقلي أسس جمعية، درس طلاب، ادخل بعمل خير، عمر مدرسة، أو مثلا روح الحج. بدك ياني انقذ حياتك بعزيمة أكل؟ والله زعلتني عليك. إذا متضايق من المصاري احرقها وخلص منها، وبصير عندك سبب لا تكسب مرة تانية، وهيك بتلهي حالك. ما بقدر أوصف لك يا فؤاد قديشو لذيذ. أول ما بحطه بحضني عيوني بتدمي، يمكن من كتر ما بحبه. أعصابي انهارت لما كانت عم تولد. من زمان كنت اتمسخر على الأبهات اللي بيستنوا بكريدورات المستشفى، بس هلأ عرفت شو شعور الأبوة. شعور رائع. ولما اجوا ياخذوه مني ما عطيتهم اياه. ما بقدر ابعد عنه كتير، حتى هلأ وأنا عم أحكي معكم عقلي فوق. صحيح، مسح جوخ جوزك سماه داود. لكن شو لازم نسميه فؤاد؟ حسب هاللوحة منيح ما كانت بنت، بعتقد كنتوا بتسموها هدى، يعني ما بتتعذبوا. وليش لنسميه هدى؟ اسم حلو. صحيح، شو صار معكم؟ بترجاكي انجي، خلينا نحكي بشي حديث غير هاد. صوت بابا فرحني كتير اليوم، قالوا لي انه فرح لي كتير. ايه داود تتر اغلو خلص كبر وختير وراحت عليه، حفيد ما حفيد هيك شغلات بتفرحه. ايه عقبال عندك فؤاد. لو تارك مرتي براحتها كان صار عندي 10 أولاد. اهلا وسهلا. اهلا فيك. ممكن شوفه؟ طبعا تفضل. تفضلوا. تفضلوا من هون. حطوه هون لو سمحتوا. ممكن تكتبي لنا اسمك وتوقعي؟ لو سمحتي الحمامات وين؟ بالطابق الفوقاني. وين بتحبي نحطه؟ هونيك لو سمحت. على مهلكن. عن اذن. كمال انت من هالناحية بتضمن ما ينشغل بالك. باركيلي صرت خال. عم نحتفل ليلة؟ ديروا بالكن اذا بتريدوا. فكر تعمل بهديك المرة؟ جودي معلم؟ ايه هي. ما بعرف. ما تتجوزها؟ شو عم تحكوا معلم؟ ما
في غير طريقتين لتسكيت هالمرة، إما بتقتلها أو بتتجوزها. مع السلامة. رئيس، جبنا لك غدا، لا تشغل بالك. حلال دفعت حقهم من جيبتي. ما بدي أكل. الرئيس أخذ موقف لأنك يا ميماتي طلعت معي، فلا تعذب حالك أبدا. خير يا رئيس، شو صاير؟ تعرف انه المصاري اللي عم تكسبها من ورا هالشغل هون حرام، والزلمة تبع المنظمة مصاري حرام بحرام. انا منظمة رئيس والاموره زلقت مرة تانية. تبع المنظمة بيهرب من هون مخدرات على كيفه. شي حلو يا ميماتي. هلا عرفت ليش عزمتني. انا ما معي خبر بهالشي. بولط، القاعده الثانيه للتجاره بتعرف شو هي؟ يلي بيغدر برفيقه بيخسر حياته. انا بحياتي ما غدرت برفاتي. ممكن اخدعهم. بادير بالك. وصلوا. ها؟ اهلا وسهلا، تفضل. اهلا فيكي بابا حبيبي. يا روح بابا، الف مبروك. الله يبارك فيك. شو وينه حفيدي؟ رح اطلع اجيبه من فوق. شلونك كمال؟ الحمد لله. مرحبا بابا. فؤاد. بابا لو شفت داود، إلك الخالق الناطق. عن جد عم تحكي؟ ما دققت فيه، بس إنجي هيك قالت، بيشبهك. ابني وينه؟ ابني وينه؟ ابني وينه؟ شفتيني ابني؟ شو؟ ابني، ابني مو هون. لا قولي ابني، بدي ابني. هلا بنلاقي. اهدي 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 شوي، اهدي شوي. انجي وين راح؟ فضل. برافو عليك، طلعت عدا يا ناصر. خير؟ شو عم يبكي؟ تعرف انه هذا الولد رح يطلع رجال بالمستقبل يا ناظم ولا لا؟ كيف يا معلم؟ لانه بيعرف امتى يبكي، وكمان بيعرف امتى لازم يسكت يا ناظم. شو اخترتوا له اسم يا ناظم؟ ما سميناه معلم.
خلص لقيت له اسم حلو كتير، سليمان بيليق فيه. وهو كيف ما كان راح منه كرسي العرش، مو هيك حبيبي؟ معلم نحن هلا مع مين رح نوقف؟ هلا انت وقف معي وريح لي حالك. وانت معلم؟ شيتين، انت ما قريت التكتيك والاستراتيجية اللي بالسجن؟ بس انا بعمري ما دخلت السجن يا معلم. لانك اهبل، لو انك قاري التكتيك بالسجن كنت عرفت جواب هالاسئلة. ليش معلم؟ اذا ما فتت على السجن ما بعرف فكر؟ لا فعلا انك حيوان وما بتعرف تتصرف يا غبي، مو ضروري توقف على الاشاره، عم نناضل لنعارض كل القواعد الراسماليه بهالبلد. بس اللي بعرفه انه اشارات المرور شغله امميه يا معلم. نزل من السياره، نزل لنشوف اذا السياره انضربت. نزل يلا. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامة. شو عيونك وينها؟ ضربت لنا السيارة وعم تقلنا الحمد لله على السلامة. هيك شغلات بتكتر بفصل الشتاء. الحمد لله بالمال ولا بالأرواح. كلمة مال؟ شو بتقصد فيها حضرتك؟ ليكون بدك يانا نعطيك مصاري. أنا إيده اليمين للمعلم مراد. وأنت مين فكر حالك لتحكي معي بهالطريقة؟ لك أنا إذا هيك كون عضو مهم بالمنظمة أنا. مين ما بدك تكون تكون، نحن كلنا مواطنين عايشين بالجمهورية التركية. خلصنا بقى وروح نقلع من هون. ولسه قاعد عم تطرح الحقوق على طاولتنا وتدعي بالوطنية؟ قال شو؟ نحن من جمهورية وحدة. وعم تقول انك ايده اليمين لمراد على مدار. طبون! ها؟ خذوا مبروك عليك، اساسا ما بدنا اياه. يا سيدي ما رح خليك تروح، رح تضل هون لبين ما تيجي الشرطة وتكتب ضبط. قصدك الشرطة؟ ايه شرطة المرور. بدك شرطة المرور؟ انت علقان مع مورو اذا مو عرفان. شو يعني مورو؟ نص البلد اسمه مورو. اعطيني اسمك الحقيقي. انا اسمي وكنيتي على مشانق الاعدام، بمر بافادات من الدوله. وبدك شرطه المرور؟ لا شوف انا بقدر اتحمل كل شيء بهالحياه، بس ما بقدر اتحمل مسخره واحد تافه وسخيف مثلك. روح من هون يا مجنون. ولك شو عم بتقولوا لك؟ لا لا نفسي أوصك براسك، بس ما بدي أوصك بنص الشارع. لا لا يلا شتين، ما بيصير تروحوا، لأنه إذا رحتوا مراد على مدار ما رح يترككم تعيشوا لحظة. خلي مراد على مدار يلحقني وما يخليني عايش. الملاعب اللي اسمه حقان لساته عم يستنى وعم يلولح بإيديه. لا هذا الحكي مو صحيح بنوب يا معلم. أنت خلاص، أنت هلأ ايده اليمين لمراد على مدار. ايده اليمين يعني ايده اليمين. روح وقول له لمعلمك حقان بدي اوصل لقرج داغ. فهمت؟ يلا روح نلع. ما راح يصدق، لازم فرجيه صوركم للسيد مراد حتى يصدق على الاقل. ماشي لطني صورة. الله يلعنك، تعرف لو ما شغلت هالسيارة ما كنت بخليك تروح. ما كنت بخليك تروح. خلص بقى. معلم ما عم بفهم، ليش عم توصل لأعدائنا أسرارنا الخاصة؟ رح لك مين حقان. هو عنصر عميل. مراد مين؟ وهذا لنقول مجنون. وإذا كنت أنا غلطان وهذا الزلمة مانو مجنون، بيروح العميل الفلاني. وقتها شو بصير؟ بيعلقوا العميلين وبتصير معركة بيناتهم. شوف هذا بيتسمى التكتيك والاستراتيجية يا تشتين. وهون بتذكر لينين القائد العظيم شو قال؟ الثورة اللي ما بيقوم فيها الشعب مستحيل انه ينجح فيها اي قائد لو كان عظيم.
هذا القائد لينين حكى كلام كتير مهم، كان لازم كل العالم تسمع كلام هذا القائد. يعني مو انت تشيتين، لا تضحك مثل الأهبال. شو صار؟ في شي صاير؟ انت اللي جاي من برا يا ميماتي، شو صار؟ في شي صاير؟ متضايق كتير يا معلم. بولوت فتح لهم المجال، عم ياخدوا ويجيبوا عالمينا تبعنا مخدرات. وليش ما قلت له يا ميماتي؟ قلت له معلم، قال انه ما له خبر. مين عم بيهرب البضاعة؟ المنظمة. يعني مورو. كلامك بمحله. فهمت ليش عمل معك تتر أغلو شراكة؟ الأعمال القانونية لإله والمو قانونية تنحط باسمنا وبيحملنا إياها. حلو كتير. الدولة كان ناقصها بارون جديد. ميماتي باش بارون المازوت الأول. هلأ أنا بدي واجه المنظمة ولا بولوت؟ ولا منسمح لهم يمرقوا البضاعة؟ شو منعمل معلم؟ خلينا نحلل الموضوع أكتر. بسفينة مين عم تروح؟ بسفينة مين عم تنباع؟ كيف عم تدخل على تركيا؟ وبالنهاية مورو وين من كل هالشغلة؟ شو رح يصير بمستقبل المستشفى سيد تركي؟ ما بعرف أوسو خانم. قال توروس راحوا. ما بعرف شو حيعمل مراد. بعتقد إنه قال كاشكار إلون أسهم كمان. أنا ما بعتقد إنه مراد على مدار يعطيهم أي شيء. صحيح كيفهم؟ إلي فترة طويلة ما التقيت فيهم. وليش أنتي ما قطعتيهم؟ صراحة أنا من لما صرت قريبة منكم ما حب السيد رضوان اني ضل عنده، وهي اشارة منيحة مو هيك؟ اشارة منيحة كتير. انت شو الك شغل مع ناس مثل هدول؟ وخاصة انهم مو من مستواكي ابدا يا اوسو خانم. اسف اني عم اقاطعكم، بس اللي صار معي اليوم مو معقول. شوف يا حسني، شوف اللي صار معك صار، اللي هلأ شو بدك؟ مو ممكن يا بيك، المعلومة سرية ومهمة كتير وما بقدر أقولها إلا قدام المعلم مراد على مدار. معلم إجا تركي بيك وبده يشوفك. خليه يتفضل. تفضل. أهلا وسهلا معلم. السيد حسني شاف الحادثة اليوم، وحسب ادعائه تعرف على الشخص اللي بده يغتال قرجداغ، وهو طلب منه انه يوصل لك هاي المعلومة المهمة. معقول هالحكي؟ وانا كمان يا معلم لقيتها غريبة. شايف لك شغلنا عم يعتمد على حكي المجانين. وين تعرفت على مورو يا حسني؟ بحادث سير يا معلم. الحقيقة أنا ما صدقت إنه هو مورو، بس خفت إنه ما يكون هو فأخذت له صورة. هاتوا لشوف. ممكن تحكي لي القصة من أولها؟ معلم هيك صارت حسب أوامر تركي بيك، لأنه هو كان بعدني لحتى جيب له شوية أغراض خاصة من السوق. ممكن تختصر القصة وتحكي اللي صار؟
الو انت قل لي بس شو العنوان ورجاء انا بحلها. ماشي، شو اسمه للطبيب؟ تمام. معلم كل هالحكي ما فات لعقلي. مورو شاف حالة هالزلمة وقال لحاله بيسحبها عليه. أكيد بده يوقعنا بالفخ. أنت شو رأيك عبد الحي؟ يمكن فخ هذا يا معلم. أنا رح لاحق هالشغلة. كيف بدك تلاحقها عبد الحي؟ يا ريت توضح لنا. بروح لعن جلال كرجداغ وبقول له حقان بده يقتلك وبضل جنبه. ها، والزلمة رح يصدقك بسرعة ما هيك؟ معلم بدك ترد على حكي الزلمة؟ بدي رد يا ميماتي. معلم بترجاك تفكر. تعرفني أنا بأمن بالصدق. يلا عبد الحي. علمك ما سمعت شي خبر من المنظمة؟ إنهم بهالفترة ملتهيين بهمومن ومشاكلهم يا جلال بيك. المهم إنه ما بيطلع. كتير منيح بلا ما يطلع. بس اسكندر ما يجيب على راسنا شي بلوة. والله إذا ما لبينا كل اللي بيطلبوا منا بيجيب لنا يا سيدي. أدري بدي فترة غيابي تخلي جمال يرفض، ولما برجع أنا بعمل معه اتفاقية. حاضر سيدي. هذا اللي جاي مراد مو هيك؟ نزل هالسلاح من إيدك يا بدري. نحن بندخل على السيارة لحتى نعوز حدا شيء. غريب، في شيء صاير يا سيد علمدار؟ يعني في سوء تفاهم؟ في شيء أنا ما بعرفه؟ بدري سمعان شيء وما خبرتني؟ أنا أجيت لأنقذ حياتك. ما فهمت. في جماعة بدهم يغتالوك. وين؟ ما بعرف. شو البرنامج اللي حاطينه لليوم؟ ولا شيء، بس كنا هلأ رايحين على المطار، بدي سافر على لندن. كيف يعني؟ مستحيل مو بالمطار، المنطقة مأمنة. يعني مين بده يقتلنا؟ شو رأيك تحكي لي القصة من أولها؟ واحد من رجال اسكندر الكبير اسمه حقان. بس نحن ما لنا شغل مع هذا اسكندر ولا زلمته حقان. بتوقع أنه أخوك له علاقة. شو يا بدري؟ سيدي بالجنازة ما كان سيادة أخوكم، وهو ما أعطى عنوان أو معلومات لحدا. جمال كرجداغ وين؟ سيد جمال يمكن عند دكتور الأسنان. كان اتصل فيه يا بدري. بلا ما يروح سيد جلال ما راح يصير عليه شيء. وانت أعطيني العنوان. رجع محمود رجع، اجينا لعند الكرجداغ برجلينا.
اهلا وسهلا. اهلا فيكي. بدك تنتظر شوي جمال بيك؟ مو مشكلة. تفضلوا. شكرا. فيك. ها اهلين مدام، كيفك؟ الحمد لله جمال بيك، انت كيفك؟ الحمد لله، إلنا زمان ما التقينا، ما هيك؟ شو رايك نلتقي؟ بشرفني لقاءك. يلا جمال ولك خلصني بقى. هالسافل خليك تعرف شو يعني كلمة تعذيب يا سافل.